بسم الله الرحمن الرحيم. على الحدود بين الدول وارد بيحصل اللي حصل. تفتكروا حضراتكم في شهر يونيو الماضي في أحد جنودنا عدى الناحية التانية، وقتها قتل وأصاب 5 من جيش الاحتلال الإسرائيلي. حصل شهر 6 اللي فات، من كام يوم في اسكندرية أمين شرطة قتل وأصاب 3 أو 4 سياح، 2 أو 3 سياح إسرائيليين. فوارد بيحصل هذه الأخطاء، وارد أنت عندك يحصل من عندك أمر زي كده، وارد جدا. يعني أخطاء ممكن تحدث على الحدود، وفي ظل ما يجري وارد الأخطاء تحدث. ولكن حضرتك زي ما تابعته كده، الدولة بتشتغل على كل الملفات بمنتهى الصبر والحكمة، واللي مطلوب من مصر أمور كثيرة جدا، ومهما يحدث لن نترك الأشقاء في فلسطين أولا، ومهما يحدث لن تتوقف المساعدات عن الدخول من معبر رفح، ومهما يحدث سيناء لن يقترب منها أحد. 3 حاجات أساسية، خطوط حمراء قدام حضراتكم. معبر رفح امبارح مساعدات دخلت 20، النهاردة 17 شاحنة، بكرة هيبقى فيه 40 شاحنة بيتجهزوا دلوقتي وأنا بكلمكم، هيتحركوا إلى المعبر، هيدخلوا بكرة الصبح 40 شاحنة بكرة. مش هنوقف دعم الأشقاء أبدا، ستدخل كل المساعدات المصرية والعربية والأجنبية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ده دور مصر، مصر قررت وإرادتها وفرض إرادتها. وبالمناسبة معبر رفح ده مفيش نملة تدخل منه إلا برادة مصر، نملة. مع حد يقولك لا، نملة مش علبة دواء، نملة ما تعديش المعبر ده إلا وإحنا بنقول النملة دي تعدي أو ما تعديش، أو العربية دي تعدي أو ما تعديش. إحنا اللي نحدد، مصر إرادتها كده. طيب لما بتدخل داخل الأراضي الفلسطينية، الأمم المتحدة مع الهلال الأحمر الفلسطيني اشتغل، وده الاتفاق اللي تم بين مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة والكيان الصهيوني. اللي حصل النهاردة ناس طبعا متضايقة، ولكم الحق طبعا. بالمناسبة هختار الكلمات. على فكرة إسرائيل اعتذرت بعد نص ساعة. إسرائيل ما بتعملش اعتذارات كده. أقولها لكم تاني، إسرائيل لأول مرة تعتذر بعد نص ساعة من هذه الجريمة اللي ارتكبوها، وهم مش بالسهولة بيعتذروا، ولكن هم عارفين الحكاية فجريوا اعتذروا وطلعوا بيانات المتحدث العسكري وكل مسؤول، اعتذار واضح لمصر وللجيش المصري، وقال انه خطأ وغير مقصود وانه الحكاية مجرد كذا. مش سهل، وهم عارفين كويس قوي، وهم مش ناقصين بصراحة، وهم مش ناقصين بصراحة، لان هم عارفين كمان قدراتك. واحنا زي ما بيقولوا كده، احنا في سلام، في سلام بيننا وبينهم. ولكن تاني، محدش بيفرط في حقوقه ابدا. وارد بيحصل، وارد. طيب ماذا قال المتحدث العسكري القوات المسلحه المصريه؟ طلع بيان النهارده مساء، يعني من ساعة، أقل من ساعة.
متحدث عسكري خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد 22 أكتوبر 23 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية. وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة. ده البيان الرسمي بتاعنا الصادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية. كلمك انه اشتباكات حصل احد الابراج بتاعتنا اللي موجود على الحدود مع الجانب الاخر زي ما حكوا قدامكم كده، شظايا قذيفة من دبابة عن طريق الخطأ. هم كان جيش الاحتلال طلع بيان وقال انه حصل دبابة واصيب احد مواقع المصرية اللي موجود على نقاط الحدود، وعلى طول كان الاعتذار في البيان اللي عملوه، ومصر على طول زي ما حضركم بتشوفوا كده. يبقى هنا ده البيان الرسمي اللي هو مش يعني محدش ابدا ياخد الموضوع خارج السياق. احنا كمصريين كلنا مع بعض، كلنا ليس لنا الا القوات المسلحة المصرية، ومحدش ياخدك ليه؟ عشان لانه في ناس عايزة حريقة، في ناس عايزة ايه؟ عايزة حريقة. لا حضرتك، انا عايز سيادتك كده وحضراتكم تبقوا واثقين في بلدكم وفي جيشكم وفي القيادة. عندك الثقة دي؟ عندك الثقة دي. طيب لو سمحت اترك الناس اللي شغالة والناس اللي على الارض والناس اللي بتدير تدير هذه الامور بالكامل. ما هو ملفه كله على بعضه، بالمناسبة ملفه كله على بعضه، يعني ده اللي حصل النهاردة مع اللي حصل من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي، ولسه وانا بقول لك وارد جدا في ظل هذه الامور يحدث امور اخرى، وارد جدا. ده انا لسه بقول لكم من 3 4 ايام ان احنا قد يحدث حرب. انا بقول لك كده، قلت لك كده على الهواء، قلت لك قد تحدث حرب. ما كناش بنقول كلامه خلاص، لا، هو قلت لكم المؤشرات اللي حصل في المنطقة قد تقود إلى حرب إقليمية. الكلام ده يوم الاثنين ولا الحد اللي فات، من أسبوع وقبلها، من أول يوم بنتكلم على اللي حصل ده. قد يتسع إنه الأمر مش هيتوقف على الحتة الصغيرة، لا خالص. الأمريكان بالمناسبة شايفين الأمر كده زي ما احنا شايفينه، إن الأمور ممكن تتسع. فإحنا لازم نبقى واخدين بالنا. وأنا قلت لحضرتك وارد جدا، وارد يحدث من عندك خطأ ما حصل قبل كده، وارد، وتعتذر زي ما هو اعتذر وهو بيعتذر. وارد يعني المسألة زي ما بقول لك على الحدود ما بين الدول بتحدث مثل هذه الأمور. ولكن لو سمحتوا، لو سمحتوا تخلي بالك من اللي شغالين دلوقتي شعللة. لا، إحنا عندنا صبر وعندنا حكمة، وكل إدارة الدولة وملفات الدولة، مصر بتشتغل في هذا الملف الصعب جدا وهو الأصعب منذ أكتوبر 73، من 50 سنة. أصعب ملف النهاردة بنشتغل عليه، الموقف اللي احنا فيه النهاردة اللي فيه المنطقة منذ أكتوبر 73، منذ انتصار أكتوبر 73 المنطقة لم ترى هذا اللهيب زي اللي حصل دلوقتي. لهيب، بركان، برميل بارود في المنطقة، برميل ايه؟ بارود في المنطقة، قد ينفجر في اي ثانية، قد. وماذا بعد؟ يبقى احنا محتاجين ايه؟ نسيب اللي شغال يشتغل، وما نقعدش نجري ورا اللي بيشتغل وعايزين يعني هم دول اللي عمالين يتكلموا ويقول لك طب ما انت اللي عملت تتكلم والجيش كان ايه؟ طب وانت سيب الجيش في حاله، سيب الجيش في حاله. احنا عارفين جيشنا وعارفين قيادتنا وعارفين ابطالنا
ودايما احنا بتبقى الامور قدامنا زي ما انا شايفها كده، ومش كل اللي ما يعرف يقال هذه الظروف او غيرها، ولكن عايزه تكون هادي، هدوء في معالجه القضايا اللي من النوع ده، انه هذه القضايا زي ما بقول لحضرتك، ما لسه بقول لك لسه عندك شهر 6 مجند دخل عسكري، دخل الناحيه الثانيه وقتل من الاسرائيليين في اسكن يعني، وتعتذر وخطا، وفعلا وخطا، وهو خطا، ما هو بيحصل خطا، ما هو كان خطا في شهر 6، هو كان يعني دخل، لا خطا، دخل والراجل وقعد 5 6 ساعات ثبت كل اللي بيشوف، يعني خطا، واسكندريه خطا. فناخد بالنا من اللي بيحصل عشان ما نروحش كمان للسياق هو ابعد، مش عايزين يعني يبقى حركتنا احنا مع بعض كمواطنين كشعب الا نترك الامور لمن يعالج هذه القضايا بكل الحكمة والصبر. لواء أركان حرب ناصر سالم، أولا مساء الخير على حضرتك، تحليل حضرتك لما جرى اليوم على حدودنا وما جرى اليوم وبيان المتحدث العسكري، شايفه ازاي؟ مساء الخير استاذ احمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهديك. اتفضل. طبعا وارد جدا ان يحصل اخطاء، ومش كده وبس، يعني في نقطة مهمة جدا وده انا علقت عليها كتير وقلتها. اتفضل. اكتر جيش بتحصل فيه نيران صديقة هي اسرائيل. بيضربوا بعض عادي جدا. يعني بيحصل في اي ارتباك ممكن هو تلاقيهم ضربوا بعض. نيران صديقة. واخد بال حضرتك؟ فوارد ان دي خطأ، نيران صديقة هم لا يقصدوها على الاطلاق. كونه بيعتذر بعدها مباشرة، وبعدين هو بل بالعكس ده هو حريص ان هو ما يسخنش حاجة ناحيتنا خالص. نعم. يبعد تماما عن ناحيتنا. ما يثيرش اي شبهات ناحيتنا. فده انا طبعا مصدق الرواية بتاعتهم، وزي ما بقول ان عملية ان هم الخضة الروشة الربك الارتباك اللي عندهم فيه الخوف على طول، نيران صديقة هم بيضربوا بعض كتير. ده الاسبوع يعني اللي فات انا شاهد عيان على دي كتير. اتفضل. عندهم يضربوا على طياراتهم، يضربوا على دباباتهم، يضربوا على بعضهم، مجرد ان في اشتباك هو المهم انه يتعامل مع اي مصدر. نعم. شك فيه ما بيستناش ان هو يتأكد هل ده صديق ولا عدو، هل ده بيضرب عليا ولا ما يقصدنيش. فالخطأ ده اللي حصل ده انا مصدقه تماما ان هو خطأ، وده وارد جدا في اي عمليات عسكرية. ناصر، ربما النقاط المهمة ان هو اولا اعترف واعتذر في اقل من نص ساعة، وده زي ما حد شايفه كده ده امر مهم، مش عايز يدخل مشكلة مع مصر، هو مش ناقص يدخل معنا مشكلة. ده حقيقي. يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني هو لا يقصدها دي، ده خلاص دي مؤكدة، وكون اعتذر برضو دي تؤكد تماما. انما انا بقول لك ان ده اكتر ناس تحصل عندهم نيران صديقة يضربوا بعض هم الاسرائيليين. يعني الجيش بتاعهم كده، مجرد ما بيشك في اي حاجة بتلاقي يستخدم النيران فورا. في الاتجاه ده. ممكن يصيب زمايله، يضربوا على بعض. ده نتيجة الخوف، يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده. فهم الروشة، الجبن، الخوف، مجرد ما بيحس في اي نيران او شك في اي حاجة يفتشها بالنيران، يتعامل معها بالنيران وبعدين يتأكد، يعني بحيث ان هو ايه لا يقي نفسه من اي خطر اولا. فهو ده يدنهم في التعامل في اي توقيت، ما حدث هو خطأ وخطأ معروف، وكونه اعتذر عنه ده وارد جدا وما فيهاش اي حاجة. دي فيما ربما شفنا الايام اللي فاتت في عمليات انتحار في جيش الاحتلال، يعني اخبار كتيره جدا عن انتحار بيحصل عندهم، انتحار من المجندين من القيادات، وايضا نتيجه للي حصل من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي، وفي تمرد كمان موجود دلوقتي، وفي خلافات شديده حوالين نشتغل بري ولا ما نشتغلش، طب هنروح ازاي، وزي ما حضرتك قلت كده انهم حصل انهم قتلوا عدد منهم في الايام الاولى من هذه الحرب الدائره الاسبوعين اللي فاتوا. ده الكلام ده اكيد، وهم حكايه الانتحار عندهم، حكايه المخدرات،
يعني في نقاط ضعف كتيرة جدا مستشرية داخل الجيش الإسرائيلي، يعني ممكن عسكري نازل ما عندهم ينزل أجازة ببندقيته، نعم ممكن ينزل بقى البندقية ويقول لك ضاعت مني أو حد خطفها مني، نعم. أي مشكلة أخرى، نعم. يعني ده بتحصلش في أي جيش في العالم، نعم. واخد بال حضرتك، نعم. هم بيعتمدوا زي ما احنا شايفين كده على الضرب عن بعد، أسلحة كلها شديدة التدمير، صواريخ، قوات جوية، والكل ضرب عن بعد. اللي بيحصل، وانا قلت الكلام ده قبل، نعم. كده عشان يجتاحوا قطاع غزة لا يمكن هيقدموا قبل ما يكون مطمن ان في نسبة تدمير او اسكات للدفاعات بتاعة الحماس، نعم. لا تقل عن 90%، مش عايز اقول 100%، نعم. ده لو هو عجم ولسه عارف ان في 90%، يعني في 10% مقاومة، يبقى ده يبقى بالنسبة له شيء كويس جدا. لكن هم عمالين بيطولوا المدة ويضربوا أكتر عشان ينزلوا نسبة خسائر أكبر، نسبة تدمير أكتر، نعم. يستهلكوا كل الذخائر والمؤن والمواد اللي هي شايلها حماس كقبول للحصار، إنها تقعد تحت الحصار مدة طويلة وتقاتل. كل ده هو بيطيل الأمد، ولن يجرؤ على مهاجمة حماس إلا إذا كان عامل نسبة تدمير لا تقل عن 90%. أقل من كده مشكوك فيها يعني. طيب النهاردة، لأنه في بعض الناس يعني هذه قضايا زي اللي حصل النهاردة بالنسبة لي أبطالنا على الحدود، إيه اللي بيتم من تحقيقات؟ هل ممكن نشارك معهم في تحقيقات، يطلعون على التحقيقات؟ لأنه المتحدث العسكري القوات المسلحة المصرية قال إن هناك جاري التحقيق في ملابسات الواقعة، هل بنشارك معهم ولا لا؟ احنا في عندنا آلية ثابتة، في جهاز الاتصال المصري، ده جهاز مخصص للاتصال بالمنظمات الأجنبية او بالجهات الأجنبية، في نظيره في اسرائيل نفس الكلام، اي شيء عشان ما يحصلش نتيجة خطأ، النهاردة في معاهدة السلام بيننا وبينهم، أيوة. ممكن نتيجة اي خطأ يحصل اشتباك، يحصل قتال، نعم. فعشان ما يحصلش هذا الكلام بيتم الاتصال المباشر على طول، ما نضيعش وقت، نعم. يعني هو لو حصل عنده خطأ بيتصل مباشرة، تمام، نعم. ان لا ده في كذا وكذا وكذا، عشان ايه؟ لانه يبعد تماما اي شبهة قد تزيد من الايه، من التوتر، نعم. يعني دي آلية موجودة داخل مصر وداخل اسرائيل، جهاز الاتصال المصري، جهاز الاتصال الاسرائيلي، لو في اي حاجة زي دي على طول بيتصل، والتحقيقات ممكن نطلع عليها كاملة، ايه اللي تم ومين الغلطان وعملوا ايه والكلام ده كله، يعني ما ده آلية موجودة عندنا وبنتابع فورا كل اللي حصل وبنطمئن ليه، لو حصل اي حاجة لازم الاتصال ده بيتم وبيتم بسرعة. في بعض الناس بيحاولوا يستغلوا هذا الامر، وزي ما بقول كده يعني بيشعللوا الدنيا، عايزينها حريقة تحصل، حاجة بتقول لهم ايه؟ لا ده شيء لا مؤاخذة، يعني سوري، يعني لا بيان، لا 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 ما هكذا تدار الدول، ده دول، الموضوع مش خناقة في حارة، يعني مش خناقة، لا لا مش خناقة في حارة، ده دي في دول وفي معاهدات وفي اتفاقيات، نعم. وفي قوانين، نعم. وفي التزامات، وفي عندك في قوات مرابة من محايدة، نعم. أي خطأ بيتحسب عليك أو بيتحسب عليه، نعم. وكل حاجة في النهاية كل فترة في بنصف في حصل عندك كذا مخالفة، في حصل عندك كذا مخالفة إزاي نتجاوزها، وإلا لولا هذه الآلية ممكن تنفجر حرب في أي وقت نتيجة خطأ غير مقصود. يعني انا لو عايز احارب مش هحارب بخطأ غير مقصود، نعم. ما ينفعش، يعني ايه، لا مفيش دول بتدار بالشكل ده، ان ده النار اتطلبت عليا اروح مولعها حريقه ويقتبوا بعدين، ما هكذا تدار الدول، ده دوله يعني ليها نظام جيش راسخ قوي، ليه قوانين واسس كامله، وفي يعني عايز اقول مؤسسات مسؤول عن هذا، في إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مسؤول عن أي معلومة، وهي اللي بتدي فيها التوصية وبتدي تقدير موقف كامل في منتهى السرعة، دي شغلتها، مش أي واحد أي حاجة بتحصل ينطق فيها، أنا عندنا المؤسسات في القوات المسلحة التخصصات ليها منتهى الاحترام ومنتهى الثقة،
ومسؤول كل واحد عن اللي بيعمله، اذا كان اداره المخابرات، اذا كان الحدود، اذا كان اي حد من دول، دي كلها كل واحد مسؤول فورا. حاجه زي دي بتحصل بقى تدير موقف سريع وبيعرض على القياده وبيتخذ القرار المناسب لهذا الحدث. يعني العمليه مش زي ما انت قلت بالظبط كده، مش خناقه في حاره. يعني سيد لواء ناصر، ربما مصر طبعا شغاله في الملف ده بمنتهى الحكمه والصبر، وكان عندنا اصرار ان المساعدات هتدخل، يعني هتدخل تحت اي ظرف اللي موجود عندنا، وبدات من امبارح دخول مساعدات، والنهارده وبكره والايام الجايه، يعني بكره كمان هيدخل 40 شاحنه، النهارده 17، امبارح 20، وبالتالي هناك زياده ايضا في عدد الشاحنات. بتشوف هذا الامر ازاي والاصرار المصري والذي تحقق ايضا بدخول الشاحنات واستمرار هذه المساعدات تدخل بشكل مستدام كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حضرتك النهارده في مصر حطيت العالم قدام مسؤولياته بالمؤتمر القاهرة للسلام اللي عملته. نعم. ما بتجيب هذا الحشد من الدول من كل من الشرق ومن الغرب ومن كل اتجاه، وبتقعد وبتحطهم قدام مسؤولياتهم. في عمليات عسكرية، لكن في مدنيين عزل ليهم حق الحياة. نعم. لابد من كل ما يضمن لهم الحياة والسلامة ان يدخل أغذية، دواء، ايواء، كل الكلام ده. ومش من مصلحة العالم ان يتم الضغط على الناس ده اكتر من كده. نعم. والا الدنيا كلها هتولع. نعم. دي اللي عملته مصر في مؤتمر السلام اللي احنا عملناه، مؤتمر القاهرة، انك حطيت العالم ده قدام كله قدام مسؤولياته، ما قفلتش الحصار هنا بقيته عندك مجرد انها عملية حدودية وانتهى. نعم. ده انت اشركت العالم كله وفردت المعلومات كلها قدامه ووريته انك انت خطوطك الحمراء فين. نعم. القضية الفلسطينية هتتحل. هي دي حل المشكلة، حل الدولتين. وبأي حال من الأحوال عمر التراب المصري ما هيكون جزء من الحل. ده قرار رئيس مصر وقف قدام العالم كله وكررها اكتر من مرة. فما فيش بقى تقعد تجوعه وتعطش وتعمله عشان يعدي الناحية التانية. انسى. طب ايه الحل قدام العالم؟ هنسيب لازم الناس تعدي. 20 ده كانوا بيقولوا يعدي عربيتين اتنين بس. بعد ما قعدوهم شوف اكتر من اسبوع. نعم. النهاردة العشرين بقت اتنين، في بعد الاثنين بقت 20. نعم. النهارده هيبقى في 40. نعم. وهكذا تتوالى لحد ما ينال اهالينا في غزه كل حقهم في هذه المساعدات الانسانيه، لان دول ما لهمش ذنب. وكل اللي بيحصل ده انتهاك للاعراف والقوانين الدوليه والانسانيه بشكل فج. وبالتالي اصرار مصر على ان تدير الازمه بهذا الشكل ومنتهى النجاح الحمد لله، انك بتدير بتحرك العالم كله بالاتجاه اللي انت عايزه، بالاتجاه الصحيح. صحيح في ناس عماله كانت الرؤيه عندها غلط، لا انت وريته وحطيته قدام مسؤولياته. نعم. وبتقول له اتفضل، وبتجيب الامين العام للامم المتحده ويشوف انا الناس مرصوصه اهي، اسرائيل اللي منع. نعم. المعبر مفتوح. نعم. والمعبر اتجاهين، يعني ادخل المساعدات ممكن حد يخرج من الناحيه الثانيه، انما يبقاش اتجاه واحد تخرج الناس اللي انت عايزها وتموت اهل غزه ما ندخلهمش مساعدات. هذه هي دقه وحكمه القياده المصريه في اداره هذه الازمه، وكل نجاح بيحصل الحمد لله يطمئننا ان لدينا حكمه في اتخاذ القرارات، ما بناخدش قرارات عشوائيه. لا، ده كل حاجه مدروسه معروفه، مين اللي يحرك القرار ده ومين اللي يوقف القرار ده. كل اللي بيحصل ده النهارده ده نجاح للي انت عملته في مؤتمر السلام بتاع القاهره. صحيح. غير كده ما انت كانت الدنيا واقفه. نعم. وعماله اسرائيل عماله تشوه في صوره الفلسطينيين كلهم. نعم. طب انت عندك مشكله مع حماس؟ ده انت عملت ما هو اسوأ من حماس. نعم. انت بتقول ان هم ارهابيين، ما انت عملت ما هو اسوأ من الارهابيين. طب ايه ذنب باقي الناس ال 2 مليون ونص دول؟ أيوة. انك تجوعهم وتموتهم وما فيش علاج وما فيش اكل وما فيش ميه، ونص الشهداء او القتلى اما نساء واما اطفال. نعم. فين المجتمع العالمي؟ فين. نعم. المسؤوليات قدام اللي بيحصل ده؟ مصر الحمد لله حركت الكل هذه الأزرع في العالم كله عشان تاخد مسؤولياتها، واعتقد ان اللي جاي هيبقى افضل ان شاء الله. يعني مدام بدأت تتحل بالشكل ده، لا ان شاء الله اللي جاي
هيبقى أفضل، هيبقى في ضغوط دولية، وخاصة إن العالم حتى اللي جاي وعامل إنه مش شايف، لا ده أنت كشفت قدامه كل المعلومات ووريته كل حاجة وعرفته إن في حدود للحلول، الحلول لن تتخطى خط الحدود الدولية. يبقى عايز تحل، خش حل وشوف الناس اللي جوه دي، ما تفكرش أبدا إنهم هيعدوا الحدود ولا ذرة رمل عندي حتى يدوس عليه. صحيح، الحدود اللي انت حطت لها دي العالم ابتدى يتحرك اهو. ادي القولات ابتدت تتحرك، المساعدات تتحرك، كل ده ان شاء الله. يعني وان كانت اسرائيل في نيتها شيء اخر، انما لن تستطيع ان تفعل شيء لو ان المجتمع الدولي كله ابتدى فعلا يظهر العين الحمراء. لا امريكا ولا اللي بيعملوه ده كله هيقدر يستمر في العناد بتاعه للمجتمع الدولي كله. لواء ناصر سالم، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. بمناسبة قمة القاهرة للسلام امبارح، اللجان اشتغلت امبارح على ايه؟ عشان اوريكم بس بيعملوا ايه. مؤتمر الحمد لله انت حققت اللي انت عايزه، وعادة في المؤتمرات الدولية والاقليمية ومجلس الامن يعني ما بيبقاش عادة في توافق زي ما اتكلمنا امبارح. في اجتماع لمجلس الامن دول عربية رايحاها اليومين اللي جايين ايضا عشان القضيه الفلسطينيه وعشان تحرك الحكايه في مجلس الامن. وامريكا النهارده مقدمه مشروع قرار لمجلس الامن وهيبقى عليه فيتو صيني روسي، يعني قبل ما يقدموه عايزين يدوا اللي هو كانوا عايزينه امبارح والعالم العربي رفضه، يدوا اسرائيل حق الدفاع الشرعي بدون اي حساب. يعني امريكا عاملين قرار في مشروع قرار في مجلس الامن مقدمينه، وهيكون فيه رفض تمام لهذا الموضوع. قال لك الحقوا الامين العام للجامعه العربيه السيد احمد ابو الغيط اتكلم على المقاومه ووصفه باوصاف كذا وكذا وكذا، وراحوا جايبين، ما هو عايز يبوظ بقى اللي حصل، وراحوا جايبين فيديو قديم للامين العام من 2019 وقال لك شفت قال ايه. خلي بالك، ما هو ده اللي بيحصل، انه تشويه لاي شيء. هو حد يقدر يتكلم على امين عام الجامعه العربيه؟ هو انت مين عشان اتنين وقال يعني في درجه وله درجه تانية؟ المساواه بين المدن كان بيتكلم كده، هو انتوا ما سمعتوش امبارح؟ فجابوا ايه، عملوا ايه؟ خلينا كده نشوف مع بعض اللي حصل امبارح. عملوا كده، اللي على اليمين ده قمه امبارح، الامين العام امبارح بيتكلم، هو سمعكم كلمته بالمناسبه عشان رد على اللجان الالكترونيه الارهابيه الاخوانيه. راحوا جايبين الفيديو اللي على الشمال ده، امير قطر الشيخ تميم قام زي ما انتم شايفين كده في امتى؟ الامين العام كان بيتكلم كلمته 2019 مارس 2019. الامير تميم يعني في القمم العربيه عاده والمؤتمرات ده امبارح قعد بالمناسبه قعد كتير. المفاجاه لما السيد احمد الغيط اتكلم امبارح كلمته كان اصلا الامير تميم كان مشي، يعني كلمته جت متاخره فكان امير قطر مشي ما كانش اصلا موجود وهو بيتحدث وهو بيلقي كلمته امبارح. فراحوا جايبين فيديو وقال لك الحق شفت الامين العام للجامعه العربيه بيقول ايه، وعشان كده امير قطر انسحب. امير قطر ما انسحبش، قلنا لكم امبارح. واللي انت الفيديو اللي انتوا عرضتوه بتعرضوه اللجان الالكترونيه اللي هو على الشمال اللي هو اهو، الوقت ده كان مارس 2019، يعني الامين العام وقتها حتى لابس نظار وكل حاجه مختلفه. دي قاعه بتاعتنا امبارح اهو في العاصمه هنا في تونس، على الشمال في تونس، حاجه في كل شيء كل شيء. طب هل الامين العام اتكلم امبارح لا خالص، كلمته كانت محدده وفيها اربع نقاط او خمس نقاط، كانت مقتضبه جدا ومحدده جدا. ولكن عشان هو يعني اولا ضربه في الامين العام، طبعا في ناس يعني الامين العام بالنسبه لهم لان هو الامين العام طول عمره الرجل له مواقف وطنيه عروبيه واضحه جدا، يعني مصري عربي محترم جدا. فطبعا في ناس احبوا يشوهوا امبارح القمه بعد طبعا الزخم الكبير جدا والعالم كله امبارح بيتكلم على قمه، قال لك تعالوا بقى ايه نشوف الامين العام. فراحوا رامين الفيديو اللي على الشمال ده اللحظه دي، وطبعا جابوا اللحظه شوف وقال لك الامين العام، الامين العام الكلام ده في مارس 2019، مارس 2019 كان الامين العام بيتكلم في الوقت ده
ايوه كان بيتكلم في الوقت ده، وكان بيقول وكان بيحدد المسؤوليات على الدول العربيه. الامور النهارده بقت واضحه، ده قبل المصالحه وقبل كذا وقبل كل شيء، يعني قبل ما في توافق. وعلى فكره، على فكره امبارح كان هناك لقاء جمع داخل قبل الجلسه على طول ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد احمد ابو الغيط الامير العام للجامعه وامير قطر الشيخ تميم امبارح، كانوا ده اهو قدام حضراتكم اهو لسه، يعني برافو لسه، ده لقاء حصل امبارح اهو. وبالمناسبه كان هناك ود شديد جدا جدا، اللقاء اللي قدام حضراتكم ده، قدام حضراتكم الجلسه اللي قدام اهو ده امبارح، كان هناك ود في غايه يعني القوه ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع امير قطر وما بين السيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعه. ويعني زي ما بقول لكم كان مساله، وعايز اقول لحضراتكم امير قطر كان مؤيدا وبشده لكل المواقف اللي حصلت امبارح. اكتر من كده ازيد لكم على الموضوع؟ زي كل الدول العربيه، الدول العربيه كلها مع الموقف، لانه هو موقف يهمنا كلنا. وعاده شيخ تميم في كل المؤتمرات بيحضر ومفيش قمه بيقعد لاخرها، مفيش اي قمه، هاتوا كل القمم اللي حضرت والمؤتمرات اللي حضرت، بيقعد ساعه نص ساعه. امبارح بالمناسبه امبارح قعد كتير على فكره، امبارح قعد يمكن قرابه ساعتين، ما بيقعدش كده في ولكن قعد امبارح اطول مره من المرات القليله اللي بيقعد فيها فتره طويله كان امبارح. وساب امبارح اعتقد ربما وزير سلطان المريخي وزير الدوله للشؤون الخارجيه هو اللي كمل واستمر في امبارح حتى نهايه القمة القاهرة. ولكن خلوا انه المسألة هنا بيحاولوا يضربوا اي شيء، بيحاولوا يفبركوا اي شيء. ولما يجيبوا كمان الامين العام في فبركة لفيديو او في 2019 ويقولوا انه حصل النهاردة، لا تعالوا اسمعكم الامين العام قال ايه امبارح، كلمته امبارح قال ايه عشان اللجان الاخوانية الارهابية والخونة اللي فبركوا كلام الامين العام اللي قاله امبارح. تعالوا نشوف ماذا قال السيد احمد ابو الغيط. نظرا لخطوره الوضع الانساني في غزه الصامده، اود ان اوجز كلمتي فيما يلي. اولا، ينبغي على المجتمع الدولي العمل على مسارين بالتوازي، وهما اولا التوصل الى وقف فوري لاطلاق النار ووضع حد للقصف الوحشي الإسرائيلي ضد أهالي القطاع من المدنيين، وثانيا فتح ممر آمن على نحو عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة بالكامل، مع تأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل القطاع. هذه هي الأولوية القصوى. أما استمرار الوضع الحالي فيندرج في إطار المخالفة الصريحة والفادحة للقانون الدولي الإنساني من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال. ثانياً، أؤكد على أن الجامعة العربية ترفض كافة أنواع الاستهداف والعنف ضد المدنيين دون تمييز، علما بأنه ليس هناك مدنيين ذوي درجة أعلى وآخرين بدرجة أدنى، فكل المدنيين متساوون والنفس البشرية لها قدسيتها. كما نستنكر وبشدة التصريحات التي تصف البعض بالبربرية وشعوبا أخرى بالتحضر، كما أن لدينا خشية كبرى من الانجراف إلى صراع ديني يلحق كارثة ممتدة بالبشرية. ثالثا، أتوجه لكافة الأطراف وبالذات تلك غير المنخرطة في النزاع بأن تتحمل المسؤولية وتمارس ضبط النفس، وألا تفتح الطريق لأي إجراء يوسع رقعة المواجهة أو يفضي إلى تمددها. إن هذا ما يقتضيه الحد من معاناة المدنيين وتفادي احتمالات حرب إقليمية سوف يدفع ثمنها الجميع. رابعا وأخيرا،
وهذا لب الموضوع. يجب على القوى الدولية الرئيسية الاتفاق العاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة ليعيش في سلام وأمن، اللذين يستحقهما مثل غيره من الشعوب تماما دون افتاءات على حقوقه. فتلك التسوية وحدها هي التي سوف تجنب الأجيال القادمة في فلسطين وإسرائيل دوامات الكراهية والعنف. شكرا لكم سيادة الرئيس. دي كلمة امبارح، هذه هي الكلمة. هل اتكلم فيها على فصائل؟ هل اتكلم فيها على كذا؟ ولا شيء. يا جماعة قبل ما تجري ورا قطيع جماعة الإخوان ومن يساعد الإخوان واللي يعني لهم مصلحة انهم يشوهوا قمة القاهرة امبارح وياخدوا يقتطعوا حاجة قديمة بقالها 4 سنين واشتغلوا عليها اكنها موجودة النهاردة، لازم نشوف احنا الحكاية. يعني ارجوكم كمان ما تجروش ورا اللجان. دي الكلمة الرسمية للسيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية امبارح، اتكلم فيها كلام واضح جدا، دعم كامل. ده بيتكلم حتى على المدنيين، لان هناك من يعتبر شعب الفلسطيني درجة تانية والتانيين درجة أولى، فقال لهم المساواة، ساووا بين الشعوب، اشمعنى دول حاجة ودول حاجة، واللي بيتكلموا عليهم تتهموهم هنا وعايزين هنا تطبطبوا عليهم. كلام مفيش أقوى من كده، مفيش أهم من كده. واتكلم على حل دولة، حلوا يلا في دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 67، عشان نعرف بس بيشتغلوا ازاي. فحضرتك قبل ما تمشي ورا اللي يقول لك شفت الامين العام للجامعه العربيه عمل ايه، شفت اتكلم على المقاومه، ما اتكلمش على المقاومه. الراجل ده ايد وساعد ودعم وداعم بمنتهى القوه، بمنتهى القوه الشعب الفلسطيني دولته زي ما حضرتك شايف. فراحوا جايبين اهو زي ما وريت لك عشان تبقى شايف بس ما روجوه من امبارح لحد النهارده، لسه شغالين لحد دلوقتي. ادي الحقيقة قدام حضرتك واضحة قوي، قمة القاهرة للسلام امبارح والفيديو المفبرك اللي اتكلموا عليه مارس 2019. الامين العام لما اتكلم امبارح كان الشيخ تميم مشي، ما كانش موجود في القاعة اصلا. لما كلمة الامين العام اللي قدام حضراتكم ديت كان امير قطر قد غادر القاعة اصلا، ما كانش موجود وقت الحديث. يعني حتى المفبرك طبعا لانه ما فيش حد في القاعه عارف ومش اساله وما حدش بيرد، فلا في هذه الامور لازم نوضح الحقائق ونوضح المعلومات الدقيقه لمشاهدينا الكرام، لان دي كمان امانه عشان ما نتركش الناس تمشي ورا مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتروج شائعات واكاذيب غير حقيقيه عن رجال. السيد احمد البغيط احد الرجال المخضرمين في مصر والعالم العربي، رجل له قيمه، رجل له مكانة عالمية، رجل مواقفه مش محتاجة حد يتكلم عنها إلا بكل الشجاعة والقوة. مواقفه عمره ما يتراجع أبدا تحت أي سهام من يا ما تعرض، وهو وزير خارجية مصر تعرض لهجوم مش عايز أقول لكم ولم يتراجع، وهو أمين عام للجامعة العربية تعرض لهجوم ولم يتراجع، وما بعد ولم يتراجع، لأنه مواقفه واضحة. هو يعلم ابن الدولة المصرية، رجل بمعنى الكلمة، له كل التحية والاحترام والتقدير، وأنا بقول على الهوى والمحبة والمودة. نروح لزميلنا محمد أبو شنب الموجود في رفح. محمد أولا مساء الخير، ماذا عن الأوضاع اللي موجودة عندك؟ طمني عن الوضع عندك حاليا. مساء الخير يا أستاذ أحمد، مساء الخير لمشاهدينك الكرام. الوضع على ما يرام قولا واحدا. نعم، خلينا الاول بس نرجع مع حضرتك ولمشاهدينك لابرز المشاهد اللي كانت موجوده النهارده في معبر رفح منذ الصباح وحتى الان. ظهر اليوم انطلق الفوج الثاني من المساعدات الانسانيه المتجهه الى غزه، واللي بلغ عددها 20 شاحنه. منهم 3 للهلال الاحمر و17 خاصه للقوافل المؤسسات المجتمعية. مش 17 يعني، ما 17 قوافل اللي هي تبع القوافل و3 الهلال الاحمر. 20 كل الاجمالي كله 20. عظيم. نعم. على الجانب الاخر، مطار العريش الجو استقبل النهارده 5 طائرات. طائرتين مساعدتين جزائريتين
تحمل على متنهما 60 طنا من المواد الغذائية والطبية والبطاطين. نعم. أيضا وصلت طائرتين قطريتين. نعم. على متنهما 87 طن من المواد الغذائية. نعم. واستقبلها بنفس السفارة السفير القطري، هنا ممثل السفير القطري. نعم. مع الهلال الأحمر المصري. نعم. وأخيرا وصلت طائرة هندية استقبلها أجيت جوبتي سفير الهند بالقاهرة. وشملت على 8 أطنان من المساعدات الطبية ونحو 30 طن من المواد الإغاثة والطبية والمساعدات الإنقاذية للحياة. عظيم. فيها جزء كبير يجب أن نشير إليه في القافلة الهندية، وهي المجموعة والمواد الوقائية الجراحية للتعامل مع الحالات الطبية. هذه الطائرة التي جاءت شبيهة بما تحمله مساعدات الإغاثة الدولية دائما، من سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم وحقائب النوم والقماش والمشمع والأدوات الصحية، شاملة كل ما يتعلق بالطوارئ أو العواجل كيفما نقول. ومن هنا نقدر نقول أنه كده استقبل مطار العريش منذ فتح باب المساعدات الدولية إلى مصر ما يقرب من 30 طائرة حتى الآن. كويس. بنتكلم على الأردن، من الإمارات، من تركيا، من قطر، من البرازيل، من تونس، من فنزويلا والجزائر والهند النهاردة. عظيم. كمان الشحنات اللي بتوصل من دبي اللي معظمها بيكون من المنظمات الإغاثات الدولية زي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف. محمد، بكرة إيه الموقف؟ أنا شايف بكرة العدد هيبقى زي أكتر اللي هو الشاحنات غدا. ما يجب أن نؤكد عليه أن غدا سيشهد عبور 40 شاحنة. هايل. ولا يقل عن مرور 40 شاحنة. كويس أوي. وده اللي هيخليني أرجع لآخر خبر وهو متداول الآن أن هناك كلام عن تفجير قرب المعبر. نؤكد مرة ثانية، نؤكد ونحن أمام المعبر مباشرة. نعم. أن هذه الشظايا بعيدة عن المعبر تماما، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي العسكري في البيان اللي طلع من شوية، وقال أن هناك بعض الإصابات لكن كمعبر رفح البري ليس هناك أي نوع من أنواع الأضرار نقدر نتكلم عليها. أنا بكلم حضرتك وأنا موجود قدام المعبر. المعبر شغال ومفتوح، وبتقول لي بكرة 40 شاحنة هيدخلوا من المعبر إن شاء الله. نؤكد على سلامة المعبر وجاهزيته غدا لعبور الشاحنات العدد 40. لا تأثير بكرة إطلاقا على المعبر نهائي وعلى حركة المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة والشعب الفلسطيني، بل بالعكس المساعدات أو المتطوعين ومسؤولين ومسؤول القافل الآن بيجهزوا 40 شاحنة حتى تنطلق في الموعد المحدد ليها صباحا إن شاء الله. محمد، مع كل شاحنة بتدخل بلاقي احتفالات وبلاقي منظر جميل جدا، مشهد. نعم. جميل مع دخول كل شاحنة من. نعم. الشباب اللي موجودين المصريين. ما هنا يجب أن نشير هم مين دول. نعم. يعني هو السؤال الأول مين دول؟ قدامنا هو متطوعين. كل شاب شايف هو مؤسسة أبو العنين، شايف التحالف، شايف مصر الخير، شايف كل فضل. كل مؤسسة كل مؤسسة تابعة للتحالف الوطني، لدى كل مؤسسة مجموعة مسؤولة عن القافلة برمتها. إضافة إلى متطوعين أعلنوا تطوعهم إلى هذا المكان. إن يوصلوا مع القوافل دي لحد معبر رفح وينتظروا الأيام من السبت الماضي، نحن نتحدث عن تلك القوافل. نعم. موجودين هم على المعبر ويؤكد أن هم مستمرين حتى مرور كافة الشاحنات التي وصلت حتى اليوم أمام المعبر فقط نحو 170 شاحنة. ما اتكلمناش لسه، بنتكلم على ما هو موجود في مطار العريش الدولي وهو موجود في ساحة الانتظار في العريش. هذا أيضا أعداد أخرى كبيرة. نعم. كل هؤلاء الشباب والمتطوعين إضافة إلى شباب شمال سيناء، شباب العريش. كويس. اللي أعلن دعمه وتطوعه. كويس. بشكله وبشخصه وجوم، وبالتالي هناك فرحة بتسمى منذ اليوم الأول لعبور تلك الشاحنات، هي لحظة فرح وانتصار. أمس شفنا بأعيننا سجدات شكر، الكل سجد شكرا أن المعبر فتح أمام تلك القوافل الإنسانية، أن الرسالة وصلت، أن مصر قادرة، مصر قادرة بكل ما تفعله تجاه القضية الفلسطينية أنها تتحرك وأنها تضغط حتى تصل تلك الشاحنات إلى أخواتنا في غزة. زميلنا محمد أبو شنب من معبر رفح، بشكرك شكرا جزيلا. النهاردة هيشرفنا وكل التهنئة كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، انتخابات الجميلة الهائلة اللي كانت أول امبارح نادي الزمالك، والقائمة بالكامل قائمة كابتن حسين لبيب فازت في انتخابات نادي الزمالك. هشرفنا على طول بعد هذا الفاصل، وبعد شوية وبعد أيضا كابتن حسين هنرجع مع حضراتكم نكمل ما لدينا، لسه عندنا
اخبار كتير وعندنا تطورات كتير، ولسه زي ما بقول لكم حلقتنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل استقبل كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك القايمه بالكامل، وهو عليه مسؤوليه كبيره امام مجلس اداره نادي الزمالك الجديد. انتخابات مختلفه يا جماعه، مختلفه تماما، واللي يعني ما فاسي اهنى الفائزين وكله بقى ايدي واحده عشان نادي الزمالك. وامبارح الزمالك النادي امبارح الفرقه امبارح فازت 5 امبارح، يعني يمكن كمان دي كانت من الحاجات اللي هي الله، ده الفريق نفسه كمان فاق مع انتخاب مجلس جديد، كانت هديتهم امبارح للمجلس الجديد اللي كانوا كلهم حاضرين امبارح هذه المباراه، مباراه الزمالك وسموحه اللي فازت الزمالك امبارح 5-1 بدايه. خلي بالكوا ده ايضا يؤثر على لما يبقى عندك انتخابات، يبقى ناس تدخل. بقول لكم لاول مره امبارح كنت بتكلم على في رموز نادي الزمالك، رموز نادي الزمالك ما كانوش بيعرفوا يدخلوا النادي، كله راح النادي وكله بيقعد في النادي وكله قاعد في النادي، ولكن لهم طلبات كتيره جدا. ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه؟ كابتن حسين لبيب هيشرفنا عقب هذا الفاصل.